البيضاء الذي لعب منقوص من خدمات 4 لاعبين أساسيين، رغم ذلك هدد في العديد من المرات الدفاع البجاوي، أولها في الدقيقة 10 المدافع برامي كاد أن يسجل ضد مرماه، لولا توال ثم عمورة في وسط الدفاع البجاوي في الدقيقة 34 تدخل توال مرة أخرى 4 دقائق بعد ذلك. شويتر بالعقب توال أبعد الكرة الساخنة ونهاية الشوط الأول دون أهداف. في المرحلة الثانية غابت فيها فرص التهديف ما عدا هذه في الدقيقة 83 أكرور ردها بومناد ثم عمران كرته فوق العارضة. دقيقة بعد ذلك تسديدة من أكرول ردها بومناد وجدت البديل سعداوي تمكن في الأخير من الوصول إلى مرمى شباب الدار البيضاء مسجلا الهدف الوحيد الذي تأهل بفضله مولودية بجاية للدور المقبل. نشكر الفريق تاعنا اللي أدى مقابلة كبيرة وجو بونس كو الفريق تاع بجاية تما دير لا ديفيرونس، دارها بالخبره تاعو واللياقه البدنيه اللي كانوا فيها حاجه، باسكو حنايا دقائق الواحد 20 مينوت 25 مينوت الاخرانيه ما قدرناش نتحكموا الكره باسكو بدنيا ما كناش كما كان الفريق تاع البجايه. ونشكر اللاعبين تاعنا اللي اداو مقابله لاباس بها، و جو بونس كو فريق تاع بجايه دار لا ديفيرونس في الخبره. سانسيرمون اليوم يعني كنا ضعاف يعني في الملعب، يعني نقولوها بكل صراحه، حاجه اللي نجمو يعني نقولوا يعني النتيجه كانت في صالحنا التاهل. هذا برك اللي شفنا اليوم، ما شفناش يعني فريق قدر يسيطر على المنافس، كانت مقابله يعني متكافئة، وخاصة في الشوط الثاني يعني نظن يعني سير البلان فيزيك هي اللي دارت الفرق، ولكن يعني اليوم مقابلة للنسيان.